الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به
تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجيب الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فلتعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتكم بماء معين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم الذين آمنوا
يهدي إلى يمين وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أعطنا السلام وإياك السلام وإليك يا رب السلام، فحيا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة لا تخلى ولا خلاف عليك يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، صراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذا قلت له أنت لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وجعل رضيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا لحاله حمدا شاكرا حمدا فاكرا عليك أشياء وزيرا، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال مجدك وعظيم سلطانك، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة وتسليما من أفضل ملائكتك، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها قضايا الحياة على الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الحمد والحزن، ونعوذ بك من العجل والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من رمة الدين وصحب الرجال. اللهم إنا نسألك بجواك والجنة، ونعوذ بك من شقتك والنار. اللهم إنك عفو كريم، حبنا عفوك، اعف عنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، لنا حياة ورفاة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا صلاتنا التامة، واغفر لنا ذنوبنا العامة، ولا تعذبنا إلى يوم القيامة، إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ربنا البلاء والوباء قلوبا بقربنا، فامتحان فاثبت ما ظهر منها وما بطن، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.